بالك هشام الملولي. بلاتي هذه هشام الملولي، ماشي بغيت، ما كنتش تنقول كاع نرد على هذا الحمارون. هو مكلخ الصراحه، سي با انتليجون، يعني ما ذكي، ما حتى شي لعبه، ما عنده لا فيزيك كونديشن لا والو. يعني اش نقول لكم، قال لك بغى يلعب مع ريكو. الصراحه انا كانسان مارست يعني الكيك بوكسينغ والفول كونتاكت والكي وان، مارستهم منذ ان كنت يعني حتى البوكس من كانت عندي 8 سنين في عمري، فهمتيني؟ فين كانت عندي 8 سنين كنت تنمارس الكيك بوكسين، تنعرف هاد الرياضة هادي. وهو قال لك باغي يعني يواجه ريكو. وفاش تنهضروا على ريكو، راه ماشي تنهضروا على ماشي شي واحد تيلعب في الهوات ولا كا. انا نتحدى هشام الملولي يلعب مع واحد تيلعب في الهوات، ولا يمشي لشي لاصال ديال الكيك بوكسين ويتريني تما وياكل العصا ويشوف شنو هي رياضة الكيك بوكسين. لان رياضه الكيك بوكسين باش تلعب مع بطل عالمي واخا انا يعني لا يعني ما تناخدش الكلام ديالو عن جد، بل اجده يعني كلام، يعني اش نقول لكم، هضرت وتتبان لي بحال شي واحد مجنون. وراه هادشي راه قالو الخصم، فهمتي؟ لان الجنون يعني ما هادشي اللي تيدير فيه هاد هشام المنصوري، هشام الملولي، فراهو يعني جنون. شنو هي جنون؟ جنون 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 بمعنى الكلمة. أولا ما عندوش لي تكنيك ديال الكيك بوكسينغ، واخا تجيب واحد تيدير الكاراتي مع واحد تيدير الكي وان، غادي هذاك ديال الكي وان غادي يوكل العصا هذاك ديال الكاراتي، مع احتراماتي حتى الناس اللي تتمارس هذه الرياضة هذه، لأن رياضة الكيك بوكسينغ تتعتمد على واحد اللياقة بدنية عالية. اللي عمر ترينا الكيك بوكسينغ تيبغي واحد اللياقة بدنية عالية، وتتعلمك الرياضة التكلاسة، وتتبغي الانضباط التام، يعني يكون إنسان ديسيبلين، وتتبغي لا سوبليس، وتتبغي يعني يكون عندك ريفليكس انجنديس. فانا بغيت نشوف هذا الفيديو نوريكم يعني المساله اخرى. وغير باش نذكر واحد المساله، هو هضر على انه خصو 6 شهور باش انه يوجد لهاد الكومبا. لا خويا، وقال لك لا، راه القضيه عندها مع البوزيسيون دو كارد، وعندها مع كيفاش تضرب وكذا وهذه. لا ما عندكش اخويا، ماشي مسألة ديال بوزيسيون دو كار، ماشي هذه. الكيك بوكسينغ رياضة مقدسة، الكيك بوكسينغ هي رياضة ديال الريفليكشنز. وهاد الريفليكشنز بحال انا دابا مثلا مارس كيك بوكسينغ في كانت عندي 8 سنين، ما يجيش واحد يلا تيمارس كيك بوكسينغ 3 سنين نقولوا كاع ويربحني في كومبا. علاش؟ لان انا الريفليكشنز ديالي والتجربة ديالي كبيرة عليه، فهمتي؟ ما يمكنش انت تربي الريفليكسنس ديال البوكس في 6 شهور، ما يمكنش. واخا تجيب يعني احسن، يعني انت يا شخصيا فهمتيني، واخا تجيب يعني اش نقول لك، احسن مدربين في العالم، وكون يشوفك يعني شي مدرب وعندك، يعني انا تنشوف ما عندكش مستقبل في كيك بوكسينغ، ما عندك، ما دير كيك بوكسينغ. ولا بغيت اخويا دير، دخل بيني ندير شي مباراه ضد شي واحد في الهوات، في قسم الهوات في المغرب، هذوك لي صال اللي تيديروا يعني ليغالا وداك الشيء، سير شاركي مع شي واحد يكون غير بطل، يعني على الصعيد الجهوي ولا على الصعيد المنطقه ولا على الصعيد ديال كازا ولا اكادير وكذا، سير لعب معاه كومبا قبل ما تهضر على ريكو. راه فاش نهضروا على ريكو اخويا، لان علاش قال لك مصطفى الخصم هذا جنون؟ لانه قال لك الصراحه، لان ريكو راه بحال تهضر على فلويد ماي ويذر، فهمتيني؟ يعني ماستر، تي ماستر يعني الكيك بوكسينغ بحال كيما تي ماستر يعني فلويد ما وذر اللعبة ديال البوكس، فهمتيني؟ وخصوصا هو يعني عنده اش نقولك، هو وزن ثقيل، والوزن الثقيل ديالو يعني اش نقولك طبيعي جدا، عليه ما تيعياش، وعنده لا سوبليس ولا عنده كل شيء، فهمتيني؟ لا سوفل، عنده كل شيء في هذاك الوزن. يعني انت غادي تلعب تقريبا شحال، نقول لك نعطيك، الا لعبتي مع ريكو ربما في 5 ثواني غادي يطيحك، ماشي غادي يطيحك، غادي غير تشوه راسك، ما هو ما يديرش فيك عقله. بغيت انا غير نشوف هاد لي تكنيك ديال هاد خونا هذا،
ونوقفوا ونشرح لكم علاش هاد خينا هذا مع ماركو كيك بوكسينغ، واش يعني التصريح ديالو فيما يخص يعني مصطفى الخصم. مصطفى الخصم راه بطل العالم 12 مرة، كنت نعقل انا على مصطفى الخصم، وكنت حضرت لي انا في الرباط في البطولة العالم فاش فاز على واحد الاسباني، ما عقلتش المهم ما عقلتش بالضبط لانني كنت صغير، وهذيك الساعة كنت انا تندير الكيك بوكسينغ، فهمتي، كانت عندي معرفة، يلا بديت هذيك الساعة. فاش نقول لك، ما يمكنش. قال مصطفى الخصم بانه راك شرفتي ورانا ما بغيتش ندير في كراسي، ما راه نضرب لك هذوك الحزومه ديال هذيك البطولات ديال العالم ديال كامبوز. اولا هذا الشيء هذا تبين بانك انت ساذج ونايف، يعني ساذج لواحد الدرجه لا تتصور، يعني ولا يعني يفاجئني بانهم تراو عليك من البوليس، لانك انسان يعني مخربق في دماغك، ما عندكش لا ديسيبلين، ما كلشي تتاخد الامور بواحد الشكل شخصي وتضرك هذاك الشيء، ما عندكش لانتيليجون ايموشينيل، ما عندكش يعني الذكاء العاطفي بتاتا البتة، لان راه حماقيتي كما قالها الخصم. والخصم نعطيك انا هادي، الخصم يدير فيك عقلو يضربك بالكاو، انتهى الكلام، فهمتيني. ليسكيف ديالو، ليسكيف روتاتيف وليسكيف اون اريير، غادي يعذبك واش تعرف كيك بوكسينغ ولا هاي تدوي. المهم انا تنقول لك الخصم يضربك بالكاو بهذيك، بهاد السن اللي فيه هو، وبهاد كل شيء كيما هو دابا حاليا، ياك الا كان تيتريني ما عرفتش، مي يطيحك بالكاو. نقول لك هاد الهضراتي وخدها مني، يعني اش نقول لك 100%. انا غنوريكم اخوتي هاد خينا هذا لا علاقه له بكيك بوكسينغ، وما وياك الدقي من عند واحد مبتدئ في اي صال هنا، في اي صال في المغرب بدا، ربما عنده عام ديال لونطريمون ولا كذا، يفرع هاد خينا هذا. اولا شوف لا دو ديريكت ديالو، لي دو ديريكت ديالو جاب هذا، تيقولوا ليه انت باش نزيدو نفسرو المغاربه باش ما يمشيوش غالطين. اولا فاش تضرب جاب ما تتخليش البوزيسيون دو غارد هنا، داير سمحوا لي بلاتي، ما تتخليش البوزيسيون دو غارد محلول هنايا، لان غادي تجيك الضربه ديريكت هنا، فهمتي. اول حاجه هي هذه، وراه ساهل تبان مزيان في لي تراب، فهمتيني، لي تراب ساهل، لان بنادم تيضرب دو ديريكت راه تيضرب دو ديريكت وتي حط يديه باق ديما عنده لا بوزيسيون دو غارد، فهمتي، باش حتى لا جات الضربه تتجي، ماشي تتجي لا ماشوار مي تتجي الراس، لان الضربه اللي تجيك في الراس راه تقد تستوعبها وتقد تجاوزها، اما الضربه اللي تجيك لا ماشوار. وما فاش نهضروا حتى على البوكس، وهاد خينا ما تيضربش حتى دو ديريك ديريكت، يعني مزيانين، ماشي دو ديغيك ديال الكاراتي تيضرب، لي دو ديغيك ما تيحرك لا لي هونش ديالو لا حتى شي حاجه، ها انت ما شوف. وانا نتحدى اي واحد، يعني اش نقول لك، خبير في هذا الشيء هذا، لان انا حتى انا عندي خبره طويله في هذا المجال ديال الكيك بوكسين والبوكس. شوفوا هنايا السيد اش نقول لك، مغلوق غالبينو كتافو، ما عندوش ما تيضربش بلي هونش ديالو، فهمتيني. حنا في البوكس كاين لي هونش اللي تضرب، ماشي الجهد ما تيجيش من هنا، الجهد تيجي من لي هونش، من رجليك وانت طالع حتى لهنا. علاش نقول لك انا مصطفى الخصم يطيح هاد خينا كاو، لان عرفتي علاش هذا يدير غلط واحد، لان البوكسور واخا تيشرف تيبقى عنده هذاك الجهد، لان الجهد ديالو ماشي في يديه، ماشي غير في اليد تيضرب، ولكن بلي هونش ديالو، لان تيشوفك هو انت جاي عنده، ولكن تدير انت غلط واحد تيحطك يعني في تيجيبها كامله من التحت حتى الباق، وتيحطها لك يعني في لاماشوار، تيحطك كاو يعني، واخا تكون يعني بقره، واخا تكون تور، فهمتيني. وما بقاتش يعني في هاد في لا موسكيلاسيون هادي، يعني الكيك بوكسينغ ماشي المساله ديال لا موسكيلاسيون، وداك الشيء هي مسألة ديال، لأن راه تربي الصحة هنا وهنا، ولكن هنا حاجة أخرى. شوفوا يعني خاوي الكتاف ديالو خاوي، يعني في الضرب كيفاش يضرب وكذا، يعني خاوي، يعني اش نقول لكم، خاوي يعني ما عنده لا بوزيسيون،
دو غارد لا والو، تيهضر لي على لا بوزيسيون دو غارد، ما عندوش ريفليكشنز. واهم حاجه في الكيك بوكسينغ هي الريفليكشنز. الا ما عندكش اخويا الريفليكشنز، غير سير بيع الخضره ولا دير خليك مع دوك الافلام القصيره ديال المراهقين وصافي. وراه فعلا انت حماقيتي. شوف اولا هنا نزيدو هاد، شو الضربه تمايا، راه قلت لكم ساهل تبان في ليطراب. وهادو راه شنقول لك، راه نجيب اماتور يلاه بدا تيدير الكيك بوكسينغ، نقول له 3 موا ولا 6 موا راه يضرب احسن منه ليطراب، ويستعمل يعني لي هونش ديالو احسن. هذا ما عنده لا لي هون، ما تيستعمل لا لي هونش ديالو، محلول هنا يعني لاو كيك لداخل هنايا، يجي ان لاو كيك هنايا غادي يفلع الصو. واش هذا يلعب مع ريكو ولا مع ما باغي يلعب؟ راه هو انت هاد الفتحه هادي تتعني بان انا تنقول خويا كون دير شي فيديو، بغيتي دير شي فيديو بحال هذا، حاول انك تجيب شي واحد بروفيسيونيل في كيك بوكسينغ ولا اي شي مدرب عادي في كيك بوكسينغ، غادي يقول لك يعني الاخطاء ديالك. هادشي هذا راه شافو ريكو، غادي يكون تيخرب الضحك، غادي تشوه راسك. اولا فاش تمشي هنا انت، ها الضربة الكلاوي ها هي بدا يزل هنا، وعندك بزاف ديال سميت. ولا الضربة اللاو كيك هنايا، فهمتي، الضرب لاو كيك ودخل الكرش، الكرش مفتوحة يعني، اش نقول لك، عنده هنايا مفتوح كامل. ولا غير ان فرونت كيك هنا لهنا غادي تزويه، فهمتيني، لانه مفتوح ماشي شي واحد مكومبوزي، لان الكيك بوكسي خصو ديما يكون انسان مجموع، فهمتيني، باش حتى فاش شي تضرب بحال هاد لي كونت خطاك اللي تجيك الضربه الكلاوي ولا الريبس هنايا الفوق، خص ديما تكون طاكيها بهادو، فهمتيني، باش تطاكي شويه ديال المهم ديال العصا على الجسم ديالك، تستعمل يعني العضلات ديال كما تنقولوا الدراع ديالك، وتطلع الفوق باش تبقى ديما يعني محافظ على لا بوزيسيون دو كارد ديالك. هو ما عنده لا بوزيسيون دو كارد لا والو، وقال لك باغي يلعب مع ريكو، انا ما تفهمش ليا هادشي هذا. وشوفوا عاوتاني الضربه ديال جيتلي. شوفوا انتما، هادي ماشي الضربه ديال الكيك بوكسر. اولا هادي غلط، يعني ما هادي اكبر غلط اللي ديروا في الكيك بوكسينغ، هو انك تضرب الكلا وبهذه الطريقه هذه. شوفوا هو هذا كيفاش واقف هنايا، هاد خينا هذا، شوفوا رجليه، الرجلي الثانيه اللي هي اليسريه هذه اليمنيه ديالو، هذا اللي شاد لي طراب، غادي يجيبها ديريكت لاو كيك هنا، غادي فلاصه، فهمتي. وتصوروا معايا يكون ريكو هو اللي غادي يضرب هاد لاو كيك هادي، راه غادي ماشي هادي، غادي يخرج ليه على حياته، فهمتي. ما عمر مازال ودي وقف على دوك الرجلين، واصلا ما عندوش اصلا الرجلين. انا شفت بعض الفيديوهات خاوي خاوي خاوي. زيد نشوفو ها نتوما هنا عاوتاني نهضر لكم على بوزيسيون دو غارد. اولا فاش تضرب في البوكس تضرب بالرجلين، ديما تكون بوزيسيون دو كارد ديال يديك، ديما يديك على وجهك فاش تضرب يعني برجليك، هو مفتوح يعني محلول واحد الدرجة لا تتصور، فهمتيني، ها هو محلول. عاوتاني شوف لا بوزيسيون ديال هذا، وشوفوا الرجل الثانية اليمنية ديالو، يعني ولا نقولك هاي اليسرية ديريكت لاو كيك. عاوتاني هنا لاو كيك، غادي يعذبوه بلاو كيك، هاد خينا هذا بلا ما دير معاه لا بوكس لا والو، يعني غير لاو كيك يعذبوه، فهمتيني، لاو كيك تبقى خدام معاه يعني اش نقول لك، تلعب معاه تسعود ديال الدقائق، تبقى غير قشاب معاه وبدا تضرب ليه لاو كيك، صافي غادي يمشي غادي عرفتي شنو، غادي يبقى مريض واحد الشهر. شوفوا الاغلاط هانتوما، بوزيسيون دو غارد اودي، غادي نعاود هاد الفيديو هذا. شوف بعدا كي تيجي كله مفتوح، اصلا هادي ماشي وقفه ديال البوكسور، ماشي ديال واحد هذا ما عرفوش عمرو دار كاراتيه، بعدا ما عرفش دار الكاراتيه. شوف هادي بعدا ماشي وقفه، يعني اش نقول لكم، ماشي وقفه
فيها البالونس، لان خص ديما رجليك الشي هذا اللي تيدير لا تراب واقف احسن منه، فهمتي؟ هذا واقف احسن منه، يعني ديما اليسرية القدام واليمنية اللور، باش تيبقى ديما واحد البالونس، وتيبقى عندك حتى تاني الا بغيتي دير لا فانتاج دير سكيف روتاتيف ولا سكيف اون اغيير، خصوصا سكيف اون اغيير. الا دي سكيف اون اغيير خص ديما تكون اليسرية ديالك القدام واليمنية ديالك اللور وتحبس. وانا تنقول لكم هاد المعلومات ونتحدى كاع جميع الناس، هادي راه ماشي وقفة ديال واحد تيدير كيك بوكسينغ هنا، هادي ما كاينش فيها كاع بعدا التوازن، ما كاينش، هادي ما فيهاش التوازن، ما فيهاش، فهمتي؟ يعني التوازن ما كاينش، وجهو والبوزيسيون دو غارد ديالو مسميتو، يعني واحد كروشي الوجه ديالو ولا انديريكت، يعني ب ب ب ب كما تنقولوا تجيب، يعني هذيك ديريكت بلي هونش، سمحوا لي بلي هونش تجيبها ليها طيحو، يعني كاو تما. هذا اولا خصو يخرج ويقول انا بغيت ندير البوس ويعتذر، فهمتيني؟ يقول لهم راه كنت غير تنضحك وبغيت نطلع عليكم وكذا، باقي عنده الوقت الا بغى يديرها. اما لو بقى غادي بهذا الحماق ديالو الناس نتعقدوا وكذا، راه نتعقدك الخص نقول لك مجنون، راه مجنون، راه ما يمكنش تلعب معاه مع ريكو من الحماره الطياره، يعني سير اخويا لعب مع شي واحد في الهوات، لعب معاه و سميتو، سير لعب مع شي واحد من الهوات، وهاديك الساعة اخويا فين نشوفوك بعدا كي داير. واخا انا متأكد نقولك من هنا انت ما تربحش واحد مدوز يعني في كيك بوكسينغ غير عام، فهمتيني؟ لان ما نقولش حتى 6 شهور، لان كاين بنادم اللي تيدخل لي كومبا وتيدخل مخلوع. انا لعبت في ليغالات، فهمتيني؟ تنعرف هاد الشيء هذا، تيدخل مخلوع لانه عاد مبتدئ وكذا. نقول لك واحد يكون يعني ما يكونش غير تيركبوا الخوف ولا شي حاجه، يلعب مع هذا يطيحو، فهمتيني؟ يطيحو مزيان، لان الرياضه كيك بوكسينغ ماشي هي الكاراتيه، الرياضه ديال العصا، تتاكل العصا، تتاكل انت العصا وتتوكل العصا، هذه هي الرياضه ديال هذا هو الجماليه ديالها، وتتعلمك يعني لا ديسيبلين. انا تصوروا معايا راه كوما الكيك بوكسينغ كاع من ما عمري نعرف شنو هو لا ديسيبلين في الحياه، والرياضه ديال الكيك بوكسينغ اللي مارسها من كانت عندي 8 سنين غيرت بزاف الحوايج في حياتي، فهمتيني؟ يعني لا ديسيبلين فريمون، يعني تتعلم واحد تتعلم تكون منضبط، نفسك منضبطة، ورياضة تريح النفس، يعني تتلقى فيها الراحة النفسية، فهمتي؟ أنا راه متبع هاد الرياضة هادي وتنتريني حتى هنايا، خصوصا في هاد الحاجة الصحية مبقيتش نمشي. وربما أنا نتحدى هاد خينا هذا إلا بغى يدير معايا كومبا، أنا يجي مرحبا بيه، نعطيه أنا تقريبا نعطيه حتى 50,000 درهم يجي يدير معايا كومبا. ولي دي ديريكت ديالو هاند، لي دي ديريكت ديالو غالطين، سمحوا لي ما عندوش لي دي ديريكت والو بتاتا، بلاتي نشوفوا لي دي ديريكت. واش هادو دو ديريكت؟ دابا دخلنا عليك بالله، واش هادو دو ديريكت؟ هو دابا هذا اللي تيضرب لي تراب، اللي تيضرب لي تراب بحال تقول تياخد لا فورس، هذا اللي تيضرب لي تراب عنده لا فورس كثر من هذا اللي تيضرب لو ديريكت في لي تراب هنايا، يعني ما عندوش حتى الجاج في لو ديريكت ديالو، بحال تيضرب ان كروشي ها ما تيكملهاش. هادشي راه ما كاينش في البوكس، البوكس تيبغي يدك تكونوا مسرحين. علاش نقول لكم؟ بالنسبه للريفليكشن شي راه تعلم يتعلم مثلا تكنيك ديال البوكس، بوزيسيون دو غارد، وفاش يدخل يعني التريني يعني الكيك بوكسينغ ودير تعلم هادشي البوزيسيون دو غارد، غادي تاخد منك شويه ديال الوقت باش تولي تعرف اهميه ديال ان يدك ديما الفوق، البوزيسيون دو غارد ديما الفوق، فهمتي؟ وفاش تضرب تبقى ديما. ولكن هادشي هذا في ان كومبا خصو يكون يعني واحد المساله بديهيه، ما خصكش تفكر فيها وما خصكش تضيع فيها الوقت، لان انت في لا كومبا خصك تركز في حوايج اخرين اللي هما كيفاش انك تسقط يعني الخصم ديالك وكيفاش تربح لا كومبا،
هذا ما يكونش عنده الوقت تاع الا لعب مع شي واحد حتى من الهواد، ما يكونش عنده، يكون عنده الوقت ما يبدا يفكر واش داير البوزيسيون دو كارت هو هذاك ولا، فهمتيني؟ ما غادي يكون يعني مخربق بزاف ديال الحوايج، ما يكونش عنده حتى التركيز ديال لا كومبا. راه هو دابا دار هادشي، راه كاين بزاف ديال الناس تيديروا لا ميسكيلاسيون وتيربيو شويه ديال العضلات وهادي، تيسحابهم بانهم راه صافي فعلا يعني وصلوا ويقدوا. راه الكيك بوكسين واحد تيدير الحديد واحد تيدير الكيك بوكسين، راه ما تكونش اخويا ما لا فرق كبير، واخا ما عادش قداش تكون، فهمتيني؟ مول الكيك بوكسين راه يطيحك، لان هذيك الرياضات القتاليه، كاين فرق ما بين الديكوراسيون والرياضات القتاليه اي فنون الحرب. تنقول لها انا الرياضات القتاليه، لان الكيك بوكسين ولا الكي وان ولا الفول كونتاكت رياضه ديال العصا، فهمتي؟ تتاكل العصا وتتوكل العصا، فهمتي؟ وتتربي في هذيك القضيه ديال انك ما تستسلمش وكذا. بالنسبه لهذا راه ما كيك بوكسر ما حتى شي لعبه، خصو يمشي تريني وهذه. نتمنى له يعني احنا النجاح، ما عنديش مشكل. شوف بعدا لي ديريكت ديالو وفاش غادي يجي. اولا كيك هنايا راه باين حتى الرجل اللي غادي يضرب بيها، حتى قلت لكم الوقفه ديالو ديال الجسم ديالو، فهمتيني؟ الوقفه ديالها ما مقاداش يعني، ضربه وحده الكرش ولا اللاو كيك ولا ولا اللاما ولا اللوجه كله مفتوح يعني. ما اش نقول لكم، يمشي يخليه مع الافلام القصيره. هذه هي النصيحه ديالو. بغى يتريني كيك بوكسين، يدخل شي لاصان وشوف كي داير. وهنا باين بانه باغي يضرب يعني غادي يضرب برجليه شيا باين. والكيك بوكسر تعتمد على الغفله وتعتمد على القوه، التكنيك لي تكنيك ديالو، فهمتيني؟ بحال كنت نجيب يدي بحال، فهمتي؟ انا نضرب برجلي نضرب بيدي، في بزاف ديال لي تكنيك. ماشي انا خصو يمشي، خصو يخرج يقول راك تبغي ندير البوز وكذا، وما يضحكش ما يضحكش، ما يديرش الضحك في راسو الصراحه، لانه ما الا بقى غادي هكا واخد هذاك الشيء بشكل شخصي. انا تهضر معاه ماشي بشكل شخصي، انا تنقول لي يعني من انطلاقه من الخبره ديالي، انه راه من الجنون انك تقول بغيت تلعب ضد ريكو واللي ابطال العالم، فهمتي؟ منهم بادر هاري. راه بعدا احترام لبادر هاري، راه ما خصكش تخرج وتقول بان تخرج وتقول بانك غادي تتحدى ريكو. وبادر هاري اللي رابح ما شحال ديال مئات ديال الكومبات تقريبا، يعني اش نقول لك، الكوز هي هاز مور ذان 90 كوز ريت، هيز كو ريت يعني الضربه الكاو ديال بادر هاري، من يعني حاطينها في احصائيات العالميه يعني في التوب، والباور ديالو. وهذا غادي يجي يلا تيدير الفيتنس، وحتى الجسم ديالو باينه يعني شحال هادي ما ترينا، حتى الفيتنس ديالو اللي هو نورمال، هذا غادي يطيح ريكو، هذا غادي يتحدى ريكو. راه خصو يحترم راسو. راه ناس خدمات في كيك بوكسين مين كانت عندها 7 سنين، شي واحد شي لشي اي لاصان ديال الكيك بوكسين سولهم يقول لكم راه حماق، غير في المغرب يقول لكم راه حماق. هو راه خرج بمصطفى القصر الخصم، راه قال لي هذاك راه شويه صافي الجنون يعني. بنادم تيكون توصل واحد المساله تيولي يبان ليه ربما ريكو هو تيسحابو، بحال دوك البراش اللي تيدير معاهم افلام قصيره. خويا انا دي نصيحه ليك، ماشي حقدا في هاد خينا هذا، ما تنعرفوش انا وما تنتسوقش ليه كاع، مي تنقول ليه سير شوف لك شي رياضه اخرى. اما الكيك بوكسينغ راه ماشي فاتك الحال، ولكن ما تكونش عندك لا ديسيبلين ديالو، فهمتيني؟ وماشي مساله ديال كيفاش تضرب. هو قال واحد الفيديو راه بنادم خصو يتعلم كيفاش يضرب البنيه وكيفاش يدير لا بوزيسيون دو كارد، بلاص كاراتي بلاص، لا هي الريفليكشنز. هذوك الريفليكشنز ديال الكيك بوكسينغ ما يمكنش يتربوا فيك دابا انت حاليا في واحد المده قصيره،
فهمتي، يمكن تبريباري لواحد الماتش، يمكن تبغي دير العاقه، تبغي دير هذا، يعني يكون داك الشيء فهمتيني مرتب، تقن نتفق معاك. مي باش انك تقول لي زعما تولي كيك بوكسر، راه تتاخد بزاف ديال الامور فهمتي. وانتظروني غادي ندير لكم انا واحد الفيديو ديال الكيك بوكسينغ، وشوفوا يعني لونطريمون، شوفوا يعني البرو ومع مع اللي لا علاقه. وتحيه سلطعونيه، نشوفكم في شي فيديو اخر اخوتي.